الفيديو اللي غادي تشوفوه الاخوان كيلخص الفكره ديال الناس او الفرق ما بين الناس اللي كيخدموا بذكاء والناس اللي كيخدموا بجهد وبالقوه ديالهم دابا الا قلتي مهنه الراعي في المجتمعات العربيه غتجيك على بالك ذا جوت لايف او حياه الماعز داك الشخص اللي غادي في الصحراء وغنتكرفصو عليه وغادي في كذا وهو تيدير المهمه وكيتبع الجمال وكيبدا يجري في المجتمعات الاوروبيه مثلا خذ هذه مثلا ربما دوله السويد هذا كيدرب فقط واحد الكلب او شري كلب مدرب مربي على انه يدير المهمه ديالو، وتيعطيه فقط بعض الانذارات اما الصفير اما تيعيط له بعض الاصوات اللي تيفهمها هو، وكيدير الدور ديالو، الراعي فقط جالس وكيشوف المنظر، تيمشي كيدخل ليه الاغنام، كيدفع القطيع، بعض المرات تيعض بواحد الاسلوب اللي سهل شي شويه ديك القاسيه من الاغنام باش ترجع للقطيع ديالها، وفي الاخر المهمه انتهت. بكلفة اقل وهو مسمى راعي راعي اللي غادي نشوفوه حنايا في المجتمع المغربي غادي نقولوا مهنه ديال اخر الزمان اكل عليه الضهر ما تتخلص مزيان ها هو ما جهد كبير وغادي يتخلص مزيان